الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب أو إلى مرض قسوة القلب كثير من الأسباب في الحقيقة. بيأتي على رأس هذه الأسباب اتباع الهوى. اتباع الايه؟ الهوى. يعني اتباع الهوى يعني الإنسان بيمشي وراء اللي بيقوله عليه رأسه. في الشرع لا، الشرع مش بتمشي وراء اللي بيقولك عليه دماغك، وإنما في الشرع أنت مؤتمر. أصلاً كلمة الإسلام معناها إيه؟ من الاستسلام والخضوع والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ده إسلام يعني انقاد وخضع لأوامر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ليه الخيرة. يعني لما يكونهمش خيار في أوامر الله، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. فدائما المسلم مستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، خاضع لأوامر الله عز وجل. إنما الذي يتبع هواه هذا مثله كما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أنت لما بتسمع هوى نفسك وبتخضع لعقلك كأنك اتخذت الإله الذي تعبده هو هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طب كم من أناس كانوا في المسجد واتخذوا أهواءهم آلهتهم وابتعدوا عن بيت الله سبحانه وتعالى؟ ده اسمه صورة من صور اتباع الهوى. من صور اتباع الهوى أن الإنسان مثلا ينضم إلى أناس معينين، جماعة معينة، حزب معين، شيء معين، ويكون الولاء والبراء في سبيل هذا الأمر. يعني لا يرى إلا ما يراه ما تراه جماعته، أو لا يرى إلا ما يراه حزبه حتى ولو كان في بعض المخالفات. يقول لك لا هو هذا، لا، احنا كما قلنا نحن مؤتمرون بأوامر من الله سبحانه وتعالى، ولا نخضع إلا لأوامر الله عز وجل أو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لو الإنسان لما بيسمع هذه الأمور في الدين ومع ذلك لا يستجيب ولا تؤثر فيه، يبقى يعرف أنه بيتبع هواه. أصل أوامر الله سبحانه وتعالى معروفة، وبيت الله سبحانه وتعالى للجميع. بمعنى ذلك انه ان لم يستجب يبقى خليك عارف ان عنده مرض اسمه ايه؟ اتباع الهوى. والمرض ده بيؤدي الى قسوه الايه؟ القلب، او يكون سبب من اسباب قسوه الايه؟ القلب. فان لم يستجب لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. السبب الثاني من الاسباب التي تؤدي بالانسان الى قسوه القلب حب الدنيا كما قلت، واللهث وراء الدنيا وشهوات الدنيا والطرف المذموم. يعني الإنسان كما قلت يسعى دائما في يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيه؟ هم غافلون. يعني كل شيء في أمور الدنيا يعرفه يسعى خلفه حتى ولو كان على بعد مئات الكيلومترات، طالما أنه في سبيل الدنيا فيش مشكلة. إنما لو في سبيل المسجد في سبيل الطاعة يتكاسل ويفطر ويتراخى عن طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان المسجد على بعد يعني كيلومترات منه، ومع ذلك بيراه بعيد. لماذا؟ لأنه يلهث خلف الدنيا ولا يريد له الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغب. فالإنسان لما بينس خلف الدنيا ويتوسع في المباحات، يعني إيه المباحات؟ يعني ممكن يشتري سيارة فارهة لا حرج عليه، ما مش لا نقول حرام ولا مكروه، بس ما المشكلة مثلا لو اقتصر شوية مثلا على سيارة فرضا يعني 5000 يورو ولا 10000 يورو ولم يضغط على نفسه حتى مثلا يشتري سيارة فيما بعد ب 20000 ولا 30000 ولا 40000، أو بنى بيت مثلا. لماذا يبني عدة بيوت ويلهث وراء الدنيا ولهث وراء الدنيا؟ تلاقي عنده بيت هنا وبيت على البحر، ويريد أن يأخذ بيت في مكان آخر، ويريد أن يشتري هنا ويشتري هنا ويشتري هنا. أنت رايح فين يعني؟ ما هو في الأخير أنت يعني ده هي حفرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول إيه؟
ولا مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالواحد فينا سواء أنا ولا أنت ولا أي واحد لازم يأخذ على دماغه كده حتى إيه؟ حتى يفيق من سكرة الدنيا وحتى يفيق من اللهس خلف الإيه؟ خلف الدنيا وخلف شهواته. هذا هو اسمه الترف المزموم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تماما. ويجي واحد يقول لك هو حرام يا شيخ، أقول له لا مش حرام، بس عملية أنك أنت تضغط على نفسك ولا تفكر لا في أمور الدنيا وتبتعد عن طاعة الله وتبتعد عن المسجد وتبتعد عن الأعمال الصالحة وتبتعد عن أعمال الخير في سبيل الله وراء الدنيا، هو ده المزموم، وده سيؤدي بك لا محالة إلى قسوة القلب. وتدخل في قول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. العلاج في هذا الأمر أنك أنت تبقى عارف حقيقة الدنيا وأن أننا في دار يعني هي انتقالية وأن وطنك الحقيقي ليس هنا. مش معنى ذلك أن احنا بندعو إلى الزهد في الدنيا وتركها بالكل، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لأنه مش كل حاجة الدنيا الدنيا الدنيا، وبعدين لا نراك لا في بيت الله ولا في الطاعة ولا في المسجد ولا في أي شيء، ولا في قراءة القرآن ولا في كذا ولا في كذا. يعني حتى في دعاء القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب الإيه وقنا عذاب النار. ودايما خلي أمامك نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عاب السبيل. احنا كلنا عابر سبيل، في يوم من الايام سنرحل من هذه الدنيا، ما فيش حد فينا مخلد، انك ميت وانهم ايه ميت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والايه والاكرام. هتعيش كم سنه من الان؟ هتعيش كمان 40 سنه 50 سنه؟ المهم انك ستنتقل من هذه الحياه الى الايه الى القبر، واما ان يكون روضه من رياض الجنه واما ان يكون حفره من حفر الايه النار. السبب الثالث الذي يؤدي بك إلى الغفلة، عفوا القسوة، قسوة القلب، الغفلة، الغفلة عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، والغفلة كمان عن الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. إنسان كده غافل، يعني تحس أنه سكران في الحياة، ما عندهوش البوصلة التي تحدد له يعني سيره في الايه في الحياه، فقط في الدنيا، فقط الايه الدنيا حتى ياتيه الموت او يموت عزيز عليه فيفيق شر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا. كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغفلة أنك أنت بتغفل عن الآخرة، تغفل عن الحساب، تغفل عن محاسبة النفس، تغفل عن مجاهدة النفس، تغفل عن المسجد وصلاة الجماعة، تغفل عن القرآن الكريم. شوف كم من يوم مر عليكم أنت لم تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، كم بيوم بيمر عليكم أنت يعني تفاكر لما تيجي صلاة الجمعة فقط كده حملت اللي عليك وتقول بينك وبين نفسك كده انا احسن من غيري؟ ماشي، وانت لماذا تقارن نفسك بمن هو اقل منك في امور الايه في امور الدين؟ يعني انت واحد يقول لك ما الحمد لله انا كده احسن من غير ده، غير ما بين مين اللي قال لك ان انت احسن من غيرك؟ احسن من غيرك في ايه؟ طب مش معنى ما بتقارنش انت وتقول انا احسن من غيري في امور الدنيا وتقارن انت احسن من غيرك في امور الايه في امور الدين وفي امور الايه الطاعه. فغفلتك هذه تؤدي بك الى قسوه الايه القلب. السبب الرابع من الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب عملية الفتور. الفتور معناها اللي هو التراخي والكسل عن الطاعة. كم من واحد كان بيجي يوميا لبيت الله سبحانه وتعالى لأن تراخى وتكاسل عن طاعة الله سبحانه. ده بيسمى بالإيه بالفتور. كم واحد كان حريص على صلاة الجماعة؟ والله العظيم كم من واحد كان معانا دائما في صلاة الفجر؟ وكم من واحد كان معانا دائما في صلاة العشاء؟ وكم من واحد كان معانا دائما في مقراءة القرآن الكريم؟ أصبح عنده فتور كده وتراخي وكسل، وكأنه يعني كأنه قد ضمن لنفسه بيت في الفردوس الأعلى من الجنة، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من أهل الجنة. فعملية الفطور والتراخي سبحان الله تجدها في الدين ولا تجدها في الايه في الدنيا. لماذا هذا الفطور ولماذا هذا الكسل ولماذا هذا التراخي الذي يؤدي بك إلى قسوة الايه القلب؟ ومن أهم الأسباب اللي هي بتؤدي بك إلى الفطور والتراخي الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. شوف كلما ابتعدت عن الجو الإيماني
وكلما ابتعدت عن صحبة صالحة وكلما ابتعدت عن المسجد بيزداد فتورك خلاص، يعني بتتكاسل وتتراخى وتجد راحتك اللي هي راحة يعني غير واقعية في البعد عن هذه الأجواء. لكن الأساس هو أن تدمج نفسك في البيئة الإيمانية، في بيئة المسجد. لازم تجاهد نفسك، لأن هذه أمور طاعة تحتاج إلى جهاد النفس. إنما دائما مشغول في عملك، دائما مشغول في كذا، دائما مشغول في كذا، طب وبعدين فينك من قول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ طب أنت ممكن تقعد على التليفون بتاعك نص ساعة في محادثات، في شات، في هكذا. ممكن تقعد على الفيس مثلا أكتر، ممكن تقعد على اليوتيوب أكتر، ممكن هكذا، صح ولا لا؟ وأنت مندمج في هذا، كان ممكن تيجي تصلي فيهم الجماعة وتعود مثلا. فلذلك عملية الاقتراب من الأجواء الإيمانية والاقتراب من بيت الله سبحانه وتعالى ده لا يجعل الإنسان عنده فطور ولا يجعل الإنسان عنده قسوة في القلب. يمكن احنا دائما بنستشهد في هذا الأمر بحديث القاتل الذي ذهب إلى العالم بعدما قتل 100 نفس، قال له هل لي من توبة؟ قال له نعم، ولكن إذا إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأنت ينبغي عليك أنك أنت تأتي إلى من يعبد الله سبحانه وتعالى وتعبد الله عز وجل معهم، لعل في هؤلاء الناس من إذا دعونا مثلا في بعد المقراءة القرآنية ولا بعد درس من الدروس ولا بعد أي أمر من الأمور، يكون في هؤلاء الناس حينما يقول أمين يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني من يجلس معهم لا يشقى، الله سبحانه وتعالى يأخذه في رحمته بسبب إيه؟ بسبب هؤلاء. وذلك الرسول يقول ما اجتمع قوم مش واحد ولا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم ليه الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في منه. دي اسمها الأجواء الإيمانية التي تبعدك عن الغفلة وتبعدك عن ليه عن الفضول. السبب الخامس أيضا من أسباب أو من الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب الاستهانة بالذنوب والمعاصي. ده هو أقول لك ده ذنب يسير، ده كذا ده كذا. فعملية الاستهانة بالذنوب والمعاصي دي بتولد عند الإنسان ما يسمى بالران، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع يعني تاب إلى الله يعني تاب عن الذنب وتاب الله سبحانه وتعالى واستغفر وتاب سقل قلبه بيض قلبه مرة أخرى والله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وإن عاد زيد فيها يعني زيد في هذه النكتة السوداء حتى يعلو قلبه يعني حتى يعلو السواد قلبه وهو الران الذي قال الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فبالتالي حينما بيستسهل الإنسان الوقوع في الذنوب والمعاصي فخلاص بيصبح مع التعود ذنوب أصبحت بالنسبة له يسر، وهذا ما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنبه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا فطارت، لأنه استسهل المعاصي واستسهل الذنوب. مش معنى المعاصي والذنوب بس ان هو ياكل حرام ولا يزني ولا يسرق، لا دي بعض من المعاصي والذنوب، لكن ايضا من المعاصي والذنوب انك انت تتخلف عن بيت الله سبحانه وتعالى، تتخلف عن الصلوات وانت تستطيع ان تاتي الى بيت الله عز وجل، ما دي برضه ذنوب وايه ذنوب ومعاصي، ومع التعود عليها تصبح الامور سهله بالنسبه ايه بالنسبه لك. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وان للمعصيه ظلمه في الوجه وسوادا في القلب ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. فدي كلها أسباب بتؤدي الإنسان إلى أن يصبح من القاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.